خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتي شهيوات فاطمه فلوغ. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحيحه جيده يا ربي. يعني كما كتشوفوا اليوم غادي نحضر معكم عصير اللي كيجي لذيذ ومنعش ورائع، نحتاجه في شهر رمضان ان شاء الله. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. المكونات اللي غادي نحتاج في العصير ديالي اللي كيجي كيف ما قلت لكم كيجي منعش ورائع وساهل في التحضير، غادي نحتاج هنايا كاس ديال مركز الحامض اللي فيه تصاوتوا معاكم عندي فيديو في القناة، دابا نخلي لكم الرابط اللي بغي يصاوبو. غنحتاج لتفاحة وجوج ديال البنانات ولا جوج ديال الموزات. غادي نقي هاد الفواكه ديالي التفاحة والبنان. بسم الله. كطايفات صغار الكاس ديال مولينيكس. غادي نقي هاد الفواكه ديالي ونقطعهم ونرجع معاكم. بعد ما نقيت البنان والتفاح وقطعتهم طريفات صغار كيف ما شفتوا، غادي نكب هاد الكاس، كاس ديال العنبه ديال مركز الحامض، وغادي نحتاج ليترو ديال الماء، الماء عادي. وغادي نزيدو حيت كل كاس ديال مركز حامض ديال الحامض كنزيد معاه ليترو ديال الماء، كيجيني هو هذاك في الحلاوه وفي كل شيء. انا ما غاديش نزيد السكر حيت كيف ما كتعرفوا المركز كيكون حلو، كيكون فيه السكر ديالو الكافي، واللي عزيز عليه العصير يكون حلو. يمكنكم تزيدوا نتوما السكر بالقياس اللي نتوما بغيتوا. صافي غادي نطحن العصير ديالي ونرجع معكم باش ما ندير لكمش الضجيج. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالي، هو كيجي خاطر وبنين وكيتحضر بسرعه وبمكونات بسيطه وفي نفس الوقت منعش ولذيذ. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اللي اول مره غادي يشوف القناه شاركوا في القناه ديالي وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش اللايك. وشكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.